مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. لقاؤنا معكم يتجدد هذا اليوم من خلال برنامج لقاء خاص، لقاء نخصصه لمعرض الصناعة التقليدية المزمع إقامته من فاتح يوليوز إلى غاية السابع من ذات الشهر. معرض يقام لثاني مرة بمدينة زيو. لهذا الغرض استضفنا السيد ميمون عبد الرحول، نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، السيد محمد قدوري رئيس غرفة الصناعة التقليدية السابق بالناظور وعضو بالمجلس الجماعي لزيو وعضو بغرفة الصناعة التقليدية لوجدة. كذلك نستضيف السيد سعيد عنوري عضو المجلس الجماعي لزيو وعضو غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق، ومعنا كذلك ممثل المجلس الجماعي لزيو المجلس المساهم في هذا المعرض. المعرض ينظم بتنسيق بين المجلس الإقليمي، المجلس الجماعي وكذلك غرفة الصناعة التقليدية. مشاهدينا الكرام، نبدأ مع ميمون عبد الرحول. ميمون عبد الرحول باعتبار نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية، كيفاش الغرفة فكرت إقامة معرض بمدينة زيو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نوجه الشكر ديالنا للموقع الالكتروني زيو سيتيم اللي واكب هذا المعرض هذا من البدايه ديالو، يعني من الفكره الاولى الى البدايه ديال الاستعدادات ديالو. نتمنوا حتى ينتهي. كنشكر كذلك الطاقم التقني والاداري ديال الموقع. انا كنائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، كان الهم ديالي منذ تولي يعني توليت المسؤولية في غرفة الصناعة التقليدية وبمعية الاخوان الاعضاء مدينة زيو، انه يكون عندنا نصيب في هذه المدينة في قطاع الصناعة التقليدية. والشيء اللي كنت كنركز عليه دائما هو تعديل في نمط ديال تنظيم معارض الصناعه التقليديه اللي كانت كدار سابقا، اللي كدارت الاقاليم ديال جهه الشرق. فمن خلال المطالب ديالنا والالحاح ديالنا انه يكون عندنا واحد اللوجيستيك اللي نقدروا اننا ننظموا به معارض ديال الصناعه التقليديه في المدن والقرى الصغيره. والحمد لله تحقق هذا الحلم هذا، وتشرى اللوجيستيك يعني الاروقه اللي تساعدنا باش اننا نقدروا ننظموا هذه المعارض في المدن والقرى ديال جهه الشرق. وبطبيعه الحال يعني كان واجب وكان ضروري خصو يدار المعارض في مدينه زيو. عندنا مجموعه ديال لان كاين ثلاثه ديال الممثلين من مدينه زيو في الغرفه، ولقينا واحد التجاوب يعني جد مهم. اولا يعني غادي ما يفوتنيش ان نوجه الشكر للسلطه المحليه وعلى راسها السيد عامل اقليم الناظور اللي استحسن الفكره وشجعها كذلك. فكذلك عاوتاني ما تفوتنيش نشكر جماعه زيو برئاسه السمعه الطيبين وجميع اعضائها اللي تجاوبوا مع هذا المعرض وبداوا الرغبه ديالهم في الدعم ديالو والمشاركه ديالهم فيه، وكان واحد التنسيق معهم. وكذلك المجلس الاقليمي للناظور برئاسه السي سعيد الرحموني كذلك نشكره بهذه المناسبه هذه. وكذلك غادي نشكر السيده النائبه ديال التعليم اللي وفروا لنا القسم الداخلي المبيت ديال العارضين اللي غيجيو لنا من برا. كذلك السيده رئيسه دار البير امينه المراني اللي كذلك وفرت لنا فين غادي يباتوا العارضات اللي غادي يجيو من برا. وهذه المناسبه كنتمناو من باش يتم التفكير بجديه باش انه دار واحد المركز للاستقبال والايواء، سواء باش يبقى في المستقبل اللي كان شي نشاط رياضي او في هذا الاطار ديال الصناعه التقليديه او ثقافي او فين يكون الايواء في المدينه. فالحمد لله يعني كاين واحد التجاوب، كاين واحد الرغبه اكيده. وبهذه المناسبه كنتمناو باش يكون واحد الحضور مكثف في هذا المعرض من طرف الساكنه ولا المدن المجاوره. شكرا سي ميمون. سي محمد عنوري، باعتبارك عضو في المجلس الجماعي لزيو، بغينا نعرفوا مساهمه المجلس الجماعي في هذا المعرض. شكرا سي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر الخاص للموقع زيو سيتي على هذه المبادره وعلى المواكبه نتاعو لهذا المعرض اللي غادي تقام مدينه تاع زيو. تحيه للاخوه الحاضرين معنا وتحيه للمتتبعي زيو سيتي.
المساهمة في المعرض جاءت بعد واحد رسالة توجه بها الغرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق للمجلس الجماعي. المجلس الجماعي حبد الفكرة وعرضها في دورة استثنائية، عرضها الفكرة هذه وتناقشات، وتقريبا بجميع أعضاء المجلس بجميع المكونات نتاعو وافقوا على هذه الفكرة هذه، وافقوا على أنها المجلس خصو يدعم هذه الفكرة هذه بمساهمات مادية. بطبيعة الحال المساهمات المادية هنا تجلات في إطعام ديال العارضين، في السهر على التنظيم هذا بالضبط، بتوفير عمال اللي سهروا على التركيب ديال هذه الأروقة، وبالسهر على الإنارة العمومية والإنارة اللي غادي تواجد في جميع المكان المخصص لهذا المعرض، بتوفير حراس لهذا المعرض هذا، ناهيك على الإطعام بجميع المقومات نتاعو اللي غادي يتوفر للعارضين بصفة عامة، العارضين اللي غادي يجونا من مختلف المدن المغربية، وحتى العارضين اللي غادي يكونوا عندنا في مدينتنا حتى هما غادي يكون عندهم واحد الحيز من هذا الإطعام هذا. شكرا سي محمد. سي محمد خضر، اعتبارك رئيس لغرفة الصناعة التقليدية، بغينا ندوزو مجموعة من المعارض، بغينا نعرفوا أهمية ديال مثل هذه المعارض هادو، يعني في الاقتصاد المحلي والأهمية ديالو بصفة عامة وخاصة في مدينة زايد. شكرا سي سعيد، شكرا للإخوان. أظن أنه أولا هذه مناسبة سعيدة أنه جمعت المكونات ديال المدينة كلها حول هدف واحد، هو الرفع من الموروث الثقافي الموجود في قطاع الصناعة التقليدية. ومدينة زايو كانت دائما ممتلة في المعارض اللي كانت تنظم على المستوى الإقليمي، كان دائما الحمد لله يعني عارضين من مدينة زايو كانوا كيكونوا بطبيعة الحال في المعارض اللي تنظمت في الإقليم في مدينة نضول. اليوم في إطار دمج يعني غرفة في غرفة واحدة، غرفة النضور وغرفة وجدة أصبحوا غرفة واحدة، وتعطات واحد الإمكانية جد مهمة اللي يعني وفرت هاد اللوجيستيك اللي كاينة حاليا اللي ما كانتش غير موفرة سابقا. بطبيعة الحال أنه اليوم هاد اللوجيستيك اللي توفرت أعطت فرصة باش يداروا معارض محلية زيو حقا تنسان الفريطة دار المعارض في القيصرية، اليوم كيدار في واحد الفضاء عمومي اللي حقا كل المكونات تجندات لا من مجلس بلدي ولا من إخوان الممثلين ديال الغرفة على مستوى جهة الشرق اللي زيو عنده يعني حتى ديال الممثلين، وكذلك السيد رئيس المجلس الإقليمي وكل المكونات اللي مهم واللي يمكننا نسجلوه بكل ارتياح، أن هذه المحطة يعني كل العقبات وكل الصعاب تدللت يعني في هذا الحدث اللي إن شاء الله غادي يكون ناجح. الدور ديال المعارض هي واحد المحطة ثقافية، واحد المحطة بطبيعة الحال يعني يجتمع فيها واحد المجموعة ديال الحرفيين من جميع أنحاء يعني الوطن، اللي كيفما حنا كنلاحظوا اليوم حسب اللائحة المتوفرة لدينا كاين واحد العدد ديال الأقاليم اللي جاية باش يعني تشارك غدا إن شاء الله، ستكون في الأروقة ديال المعرض. هناك يعني الأقاليم الجنوبية، أكادير، خوان من فاس، من الرباط، وهناك كيوقع واحد الملتقى يعني وطني، والهدف من هذا الملتقى هو تبادل يعني الخبرات والتجارب ما بين الحرفيين وسق المواهب ديالهم. أظن أنه هذه أول بادرة، يعني كانت بادرة أولى ولكن هذه بادرة فريدة من نوعها، لأن البادرة الأولى كانت بادرة ربما أول بادرة وكانت في واحد المكان اللي هي واحد القصرية، ما كانتش في واحد الفضاء عمومي وما كانتش المكونات كلها مساهمة في ديك البادرة الأولى، ولكن كانت يعني هي اللبنة الأساسية. اليوم هذه البادرة الثانية أظن أنه كل الإخوان الجندين كما كتلاحظ الحمد لله في هذا البلاطو كاين جميع المكونات وجميع الحساسيات. الهدف من هذا الشيء كله هو إنجاح هذه المحطة وإعطاء واحد الصورة جديدة للمشهد المحلي والمشهد الإقليمي والجهوي والوطني، على أنه المصلحة العامة تجمع ما بين جميع المكونات ديال المدينة. واعتقد ان هذه المده ديال التهيئ اللي كانوا الاخوان كلهم جندين من اللجنه اللي هي الان حاضره اللي مكونه من الممثلين ديال الغرفه والممثلين ديال الجامعه
اللي حاضرين معنا، وكذلك من المجلس الاقليمي اللي عبد الربي كيم مثل المجلس الاقليمي ومثل الغرفه، وكذلك عضو في الجامعه. ان الاخوان منذ الوهله الاولى هم متواجدون داخل الفضاء ويتناقشون ويعني يتبادلون الافكار بكل اريحيه وبكل تجرد من كل انانيه. والحمد لله كما كتشوفوا الفضاء وهي في واحد الحمله اللي غادي ان شاء الله تكون الرونق ديالها وتكون الجماليه ديالها غادي تنال الاعجاب ديال الكل. نتمنى ان المنتوج اللي غادي يجيبوه العارضين خاصه ابناء المدينه اللي عطينا يعني واحد حصه الاسد لابناء المدينه في هذا المعرض باش يعني يبينوا المنتوج ديالهم ويبرزوا ما يعني يحتوون عليه من 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 يعني نفائس اللي صنعوها بيديهم. وكذلك نتمنوا انه الزوار او العارضين اللي غادي يجيونا من الاقاليم يجيبوا واحد المنتوج اللي يكون يعني عنده ذات حموله وذات يعني قيمه مضافه على هذه المحطه. شكرا سي سعيد عنوري. زيو سيتي، عاينه مكان اقامه المعرض كبير ما شاء الله، بغيناك تعطينا ارقام حول هذا المعرض هذا من حيث عدد المشاركين شحال واحد غادي يشارك، وكذلك المدن المشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر زيو سيتي على الاستضافه ديالو. اولا العارضين كاين شي 58 عارض، عندنا 28 محليه، عندنا 28 محليه، عندنا شي 30 على الصعيد الوطني، منهم دار البيضاء، اكادير، مراكش، بوعرفه، عندنا تارودانت، عندنا قرسيف، دريوش، وجده، عندنا مناظور. المهم عندنا الاقاليم ان شاء الله تقريبا كامله مغطيه، ونتمنى ان شاء الله هذا المعرض ينجح بجميع الاشكال ديال الصناعه التقليديه. ونتمنى صحاب زيو يشجعونا في هذا الانشطه اللي درنا، وان شاء الله نتمناو غير خير لهذه المدينه. كتشوفوا كيفاش راه طالع المعرض بالمجهود ديال الاخوان كاملين. وما نساوش باش نشكروا العمال ديال المجلس الجامعي زيو، داروا واحد المجهود جبار معنا. راه دابا اللي حد الساعه راهم كيخدموا معنا حتى 12 ديال الليل يوميا. ونشكروا مجلس الجامعه ديال ولاد ستوت على الالات اللي صفت لنا فما التنقيه. نشكر سي سعيد التومي، ونشكر رئيس غرفه الصناعه التقليديه سي ادريس بوجواله على طرحوا في نقطه جدول الاعمال. ونشكر الاعضاء ديال المنطقه الشرقيه كامله اللي ساهمت بالاجماع صوتوا باش يكون المعرض في زيو. وان شاء الله ما ننساوش المجلس ديال زيو، راه بفضل حصه الاسد راه زيو هو المجلس ديال زيو. نشكر الاعضاء ديالو كاملين اللي مشاو معنا في هذا الطرح ومشاو معنا باش عطاونا التمويل. راه الاساس في غرفه الصناعه التقليديه هو التمويل باش تحرك زيو. غطانا البلديه ديال زيو، غطاتنا ان شاء الله كل شيء. شكرا سي سعيد. سي ميمون، كنا تكلمنا مع السي محمد عنوري حول مساهمه المجلس الجامعي، حتى توضيحات بشانها باعتبار عضو في الغرفه، مساهمه ديال غرفه الصناعه التقليديه للجهاز. بالنسبه للمساهمه ديال غرفه الصناعه التقليديه، اولا غير الفكره كنعتبروها مساهمه، انها باش دير تكون عندها الرغبه وتكون عندها الاراده ودير واحد المراسله للجماعه يعني تكون عندها واحد الرغبه انها دير معرض ديال الصناعه التقليديه، هذه راه يعني مساهمه بحد ذاتها. اضافه انه هاد كاين المساهمه نقولوا العينيه، عباره عن 60 رواق اللي اتفقنا هنا عند الاشاره لمدينه زايو باش عندنا يدار في هذا المعرض. وهذه سابقه ان المعارض المحليه للمدن الصغرى كيتعطاو لها 30 رواق كما جرت العاده، لكن السيد الرئيس قال لنا بان عندكم راه الاشاره 60 رواق، اذا راه 60 رواق القيمه الماليه ديالو باش تشرات راه 60 مليون سنتيم، 60 مليون سنتيم. كذلك كاين اللافتات، يعني اللافتات اللي درناهم في المدينه، يعني 5 اللافتات، وكاين الشواهد التقديريه اللي غادي توزع على العارضين وعلى المنظمين وعلى المشاركين والمساهمين. وكذلك كاين الايباج وداك الشيء ديال
وكاين بعض الامور الاخرى اللي غادي تنظيميه كالفرقه الموسيقيه اللي مصاحبه للتدشين ديال 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 المغرب. شكرا سي ميمون. سي محمد، دخول جامعه زيو على خط المغرب المساهمه بقوه، فين كيكمل السيرك؟ علاش الجامعه؟ تكلمنا مع السي محمد على اهميه هذه المعارض، واش لاهميه هذه المعارض الجامعه دخلت على الخط؟ من طبيعه الحال سي سعيد، اهميه المعارض في مدينه زيو كافي باش انها جماعه تكون واحد الشريك اساسي في هذا الشيء. هذا جماعه زيو كما قلت سابقا بعد التوصل نتاعها بطلب من السيد رئيس غرفه الصناعه التقليديه باقامه معرض في زيو، درجتها كنقطه استثنائيه في دوره استثنائيه في المجلس وتناقشات لاهميتها. طبيعه الحال مدينه زيو كتعرف مؤخرا واحد الركود اقتصادي بحكم التواجد نتاعها بين جوج ديال الحدود، منها الحدود نتاع بنينصار والحدود نتاع الجزائر اللي كانت كتعرف واحد الانتعاش اقتصادي مهم. الصناع التقليديين تاعنا في زيو حتى هما عرفوا واحد الركود، المنتوج نتاعهم مابقاش كيتسوق. كيفاش غادي تكون هذه الفكره هذه تجي لمدينه زيو وغادي يرفضها شي حد؟ ما يمكنش. بالعكس المجلس الجامعي حبذ هذه الفكره هذه وكيساهم فيها بقوه وباغي ينجحها بقوه باش ان هذا المعرض هذا يكون واحد صله وصل بين العارض وبين السكان تاع المدينه، اللي غادي يكون واحد اقتصاد، واخا ما غاديش نقول غادي يكون مسائل اقتصاديه مهمه، ولكن على الاقل غادي تحرك المنتوج الاقتصادي، غادي تحركه بواحد الشكل على الاقل غادي ينمي شويه هذه المدينه هذه. هادشي اللي تحيه لك سي محمد. سي محمد قدوري، باعتبار العضو داخل المجلس الاقليمي للنظام، مساهمات المجلس شفنا يعني من خلال الاعلانات اللي توصلنا بها ان المجلس الاقليمي مساهم في هذا المعرض هذا، انا نعرف من خلال المساهمه ديال هذه المؤسسه. اولا سي سعيد، المجلس الاقليمي في المساهمه ديالو في قطاع الصناعه التقليديه ليس فقط في المعرض المحلي، بل ساهم في بناء المركب المندمج ديال الصناعه التقليديه بمليون و500 الف درهم، اي 150 مليون، وكذلك ساهم في حي النشاط الاقتصادي الذي سيقام ان شاء الله بمدينه زيو يعني 200 مليون سنتيم، اي جوج الملايين ديال الدرهم. اليوم المجلس الاقليمي بطبيعه الحال في اربعه ديال الاعضاء من مدينه زيو اللي كي يعني ممتلين من في المجلس الاقليمي. اذا لابد ان المجلس الاقليمي تكون المساهمه ديالو دائما في هذه المدينه، وكاينه ولله الحمد. على اي نرجعوا المساهمه ديالو في المعرض، المجلس الاقليمي غادي يتكلف بحفله الشاي اللي غادي تقام على شرف يعني المدعوون يوم الثلاثاء، اللي غادي يكون افتتاح رسمي ان شاء الله، وكذلك غادي يتكلف بحفله شاي كبيره يوم الاختتام. يوم الاختتام ان شاء الله غادي يكون كذلك حفل شاي غادي يتكلف به المجلس الاقليمي، وكذلك غادي يتكلف بكل ما يعني يحتاجه الحرفيين من ماء يعني معدني طيله المعرض. والمساهمه ديال المجلس الاقليمي كذلك يعني هي بطبيعه الحال في المجال ديال كما قلت في مجال الصناعه التقليديه في اقليم الناظور وخاصه في زيو مؤخرا، هي واحد جوج ديال الملايين ديال الدرهم اللي ترصدات في الميزانيه الحقيقيه لدعم المشروع ديال النشاط الاقتصادي. كذلك بغيت بالمناسبه نبدا باش نحيي السيده النائبه او المديره الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه اللي وضعت رهن الاشاره ديالنا بطبيعه الحال للقسم الداخلي بالمطبخ ديالو اللي غادي يكونوا فيه يعني ينعسوا فيه هاد العارضين اللي غادي يجيو من خارج المدينه، من خارج المدينه سواء من الناظور او من وجده او من بركان، المهم كلهم اللي غادي يجيو من خارج المدينه غادي بطبيعه الحال يكون الايواء ديالهم في الداخلي ديال اعداديات على الفاسي واحد، والاكل ديالهم يعني الايواء والاكل. فهاد المناسبه كنشكر السيده النائبه المحترمه على التجاوب ديالها وعلى الاسهامات ديالها. اذن هذه المناسبه اللي نقدر ناكد لك ان المجلس الاقليمي اليوم والاخوان اللي في المجلس الاقليمي خصهم يعني يزيدوا يوحدوا الصفوف ديالهم ويزيدوا يجتهدوا اكثر باش ننميو هذه المنطقه هذه المدينه
في شتى المجالات ليس غير في الصناعه التقليديه، في كل المجالات لابد خصنا ناخذوا حصه الاسد من المجلس الاقليمي، لان المجلس الاقليمي توفر على اربع اعضاء من مدينه زيو، كلهم مدينه زيو. جيد جيد. سي سعيد عنوري، كنت من خلال الكلام ديالك الاول قلت لنا مشارك 28 على ما اعتقد من ابناء مدينه زيو، علاش قريتوا ولاد زيو هما الاكثريه؟ اختارينا ابناء زيو الحرفيين باش يكون شويه تشجيع لهم، باش نشجعوهم باش فترة أخرى يبقاو حتى هما يشاركوا ويعرفوا الأقاليم الأخرى باش كتشارك وباش شنو كتصنع وشنو باش يكون شوية صانع تقليدي ينفتح على جهات أخرى كمراكش كدار البيضاء كفاس، باش يعرفوا الصناعة التقليدية كيفاش كتنتمي، ربما يطوروا في الصناعة التقليدية، ما تبقاش غير صناعة تقليدية نقولوا محلية، خاصها تكون شوية وطنية. او علاش لا تكون ان شاء الله التعريف دولي المنتوج المحلي، خصنا نعرفوا يعرفوا على المنتوج المحلي ديالنا. وكاين سي سعيد شي منتوج محلي اللي مميز؟ المنتوج المحلي بحال كاين عندنا الحلفه، كاين الحلفه، كاين الزربيه البويحيويه، كاين الخياطه، كاين الطرز، على الطرز، على جميع الثوب اللي كيطرزوه جميع انواع الثوب يعني جميع انواع الثوب. وكاين نجارات الخشب، نقش، كاين نقش على الخشب، كاين ما يندار، يعني كاين ابداعات ممكن، كاين ابداعات، وكاين عندنا صناع في المستوى، خصهم غير شويه ان شاء الله باش نزيدوا بهم لقدام ان شاء الله. ان شاء الله. سي ميمون، الدور الاخيره اللي فيها كان تحدد يعني يعني الدعم ديال مجلس الغرفه للمعرض ديال زيو وامور اخرى متعلقه بزيو، ولكن عندي واحد الملاحظه، غياب ديال مجموعه من الاعضاء، يعني راه كما نقولوا الرئيس ما سلك ديك الدوره 66 كشفه، علاش يعني؟ واش كان ضرب، واش كان هناك نوع من الرفض لهذه الخطوات اللي دارت تجاه زيو، ام ثم حوايج اخرين؟ وفي هذا الاتجاه هذا بغينا نعرفوا الحضور، الشخصيات اللي ممكن تحضر معنا بها عامل اقليم النظر، واش غادي يكون حاضر؟ على ما اعتقد، اولا غادي نمشي للسؤال الاخير باش ما ننساش، السيد العامل راه في الاخبار ديالو وصلت الدعوه من طرف السيد الرئيس، وراه بدا يعني الرغبه ديالو باش يحضر، ولكن ما غير مؤكده، كيبقى داك الشيء حسب الاجنده ديالو، الاشغال ديالو، داك الشيء احنا كنرحبوا به في مدينه زايو، مرحبا به الى يجي يشرفنا الحضور، اهلا وسهلا، الا كان عنده شي ارتباط او شي التزام عاوتاني لا ما كاينش مانع. بالنسبه للدوره الاخيره في وجده، ف انا بعدا شخصيا ما حضرتش لانه كان عندي التزام، كان عندي امتحان، كان عندي امتحان، يعني كان خصني ضروري نحضر الامتحانات، يعني احرار نقدر، لان ما نقدرش نضيع هذه الفرصه هذه، فاعتذرت وكان عندي اعتذار ديالي يعني مقبول. اما الساده الاعضاء الاخرين اللي ما حضروش، ف كيبقاو يعني كل واحد والاخر ديالو، ما نقدرش انا نهضر بالاسم ديالو، لان ممكن هما يهضروا يعني يهضروا على راسهم في هذا الاطار هذا، لكن انا اللي كناكد لك عليه انه هاد الاعضاء بصفه عامه في جهه الشرق فعندهم علاقه جد جد طيبه مع الاعضاء اللي كاينين في مدينه زايو، لا سي سعيد عنوري ولا سي محمد قدوري ولا عبد ربي، عندنا علاقه جد طيبه، وغادي غادي 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 يكون هذا يعني غادي يبان لك هذا الشيء هذا في الحضور ديالهم في المعرض ديال مدينه زايو. نعم، عبروا على الحضور ديالهم بالاجماع، غادي يكون واحد الحضور متميز، غادي يحضروا باش يعني باش تفهم بان كاين واحد التجاوب بين 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 يعني تصعيد جهه الشرق، ما عندنا حتى شي اشكاليه في هذا الموضوع. شكرا سيدي. سي محمد عنوري، اهميه هذه المعارض هذه في التعريف لمدينه زايو ما غادي نذكرها حتى شي واحد، حنا كنا كنستناو دائما الفرصه اللي من خلالها نعرفوا بالمدينه، ولكن عندي واحد الملاحظه، هو المكان اللي متقن فيه المعرض باعتبار عضو داخل المجلس الجماعي، ربما كاين واحد الملاحظه يعني كما نقولوا كانت مجهودات كبيره باش لقينا هذه البلاصه فين غادي يدار المعرض، واش المجلس الجماعي ما كيفكرش انه يدير واحد الساحه اللي تكون يعني تكون فرصه اننا نعرض مثل هذه المعارض، المهرجانات الثقافيه الى اخره. مزيان سي سعيد، سؤال وجيه بعدا باش نعرفوا حتى المتتبعين تاع الشان المحلي في زيو، بان المجلس الجماعي تاع زيو
برنامج عمل الجماعة اللي يخدم على بعض الأولويات اللي منها هي الساحات العمومية. ومؤخرا كاين واحد دراسة تاع هاد التهيئة تاع هاد الساحة هذه من هاد الجردة اللي في وسط المدينة أون فاس البلدية، راه كاين دخلت للدراسة باش نهيئوها هي وساحة البريد. اللي كنت كنقول على ساحة مفتوحة، ساحة مفتوحة بطبيعة الحال كنهضرو على هذه من هنا غنطلقو، حيت ديك الساعة هذيك الجردة هذيك بالضبط حتى الساحة البريد لتحت كاين واحد المقترح نتاع أنها إما غتكون ساحة كلها بواحد النافورة اللي غتزين الجمالية تاع وسط المدينة. إذا ما وصلناش لذاك العدد، أنتم كتعرفوا ميزانية الجماعة شوية صعيبة باش أنها تعاود تأمين يجي واحد الحاجة جديدة، حنا مرشحين الجهة التحتانية تاع الحديقة اللي هي ساحة البريد مع الرونبوان الصغيرة اللي كاينة تما. هذا خلا في واحد الدراسة كيقوم بها المهندس دابا، راه الأشغال غالية مزيان، والفضاء اللي تختار مؤخرا فعلا لقينا صعوبة باش نلقاوه الحجم الكبير نتاع المعرض. 60 رواق ما غاديش نقدروا نديروها في شي شارع، أولا نديروها في مثلا في الحديقة الإيكولوجية اللي كانت مقترح، ما غاديش نقدروا نديروها تما. 60 رواق راه الحمد لله راكم شفتوا تما أنها مساحة كبيرة غطت تقريبا 2000 متر وزيادة، يعني ما عندناش شي فضاء في زايو اللي فيه 2000 متر ولا شي بقعة أرضية اللي فيها 2000 متر غادي نقدروا نديروا فيها هذا المعرض. ولكن اللي كنقولوا انه مستقبلا ان شاء الله حنا خدامين على انها تكون عندنا حنا ساحه كبيره. علاش لا تكون عندنا ساحه مثل كما كنقولوا دائما في المجلس الساحه بحال تاع محمد السادس اللي كاينه في الحسيمه، ساحه كبيره فيها منصه للمهرجانات، منصه لجميع الامور، وكاين حتى في وجده عاوتاني. ولكن اللي كنركز عليها انه اللي عجباني بزاف صراحه الله هي تاع الحسيمه، علاش لا ان شاء الله تكون بحالها وتكون تقام فيها معارض بحال هذا وتقاموا مهرجانات. معرض 2024 ديال ان شاء الله، علاش لا. السي محمد شفت فاش كان كيهضر السي ميمون على غياب الاعضاء بهذا السؤال اللي بان لي كان اثر في المعرض ديالك، توقع النجاح تاع هذا المعرض؟ لا اكيد انه المعرض قال له الامور في البدايه ديالها كتظهر الحمد لله اليوم بوادر ديال النجاح يعني واضحة جدا. أول جميع المكونات ساهمت في هذا المعرض، لا من يعني مؤسسات عمومية مثلا ما كتلقى النيابة ديال التعليم منخرطة معاك، تلقى المجلس الإقليمي، يعني مشكور السيد رئيس المجلس الإقليمي على المجهودات اللي قام بها في واحد العدد ديال الأمور هنا في زيو، ليس في المعرض فقط، كل شيء كيتجاوب معاك، المجلس البلدي، الإخوان الأعضاء ديال الغرفة، يعني جميع المشارب ديالهم، الإخوان ديال المجلس. اظن انه كذلك الموقع، لان جا في واحد المقطع رئيسي اللي غادي يكونوا حتى الناس اللي مثلا المسافرين اللي غادي يكون مثلا طالع من الموضوع غادي يشوف المعرض غادي يوقف، غادي يدخل يزور المعرض، اللي جاي من وجده كذلك غادي يوقف. اظن انه النجاح ديال المعرض غادي يكون واحد النجاح يعني كبير جدا. نتمنى وتكون المشتريات يعني تكون العارضين نتمنوا انهم يعني يديروا واحد شويه ديال يجيو اليوم واحد المبيعات، يعني باش ما يقنطوش، لان المعرض النجاح ديالو خص يكون متكامل، يكونوا الزوار، يكونوا العارضين جايبين واحد المنتوج اللي عنده واحد الحموله ثقافيه ديال الصناعه التقليديه. حنا غادي نركزوا هذا هو اللي اتفقنا مع الاخوان في اللجنه، انه ما يكونش يعني المسائل ديال الماشينه الى صح التعبير ديال الاليات، لان الصناعه التقليديه هي كترتكز على الانامل ديال الصانع التقليدي. اما كل الامور اللي هي مصنوعه يعني في المعامل وداك الشيء فهي لا تسمى يعني لا تنسب الى الصناعه التقليديه. اظن انه السي سعيد السؤال ديالك ان المعرض غادي يكون ناجح والبدايه ديالو ناجحه موفقه وما كانتش شي صعوبات كبيره. اولا بهذه المناسبه حتى انا من دوري كان يعني نوجه واحد التحيه كبيره للعمال ديال المجلس البلدي اللي سهروا على يعني التهيئ ديال الفضاء ديال المعرض اللي كانوا كيخدموا ليل نهار. زعما صراحة هاد الناس يستحقوا كل التقدير وكل التشجيع، وكذلك الإخوان كاملين، لا السيد رئيس المجلس البلدي ولا السيد رئيس المجلس الإقليمي ولا السيدة المديرة الإقليمية ديال التربية الوطنية ولا كذلك السيدة مديرة الدار البير اللي كما شاور الإخوان ولا جميع المكونات، وحتى صراحة حتى المواقع الإلكترونية يعني خاصة زيو سيتي بوان نت حتى هي قيمة بالدور ديالها. إذن هنا المكونات كلها اكتملت. وهاد كما قلت سابقا هاد الجلسه المسؤوله اللي صراحه هي تعبر عن واحد المستقبل يعني مشرف لجميع الامور اللي خص ان شاء الله كل شيء يتوحد حول المصلحه العامه
ديال السكوان، لان اللي كيهم انني دابزت مع السي سعيد ولا تصالحت معاه، السكوان ما غادي تفيدو حتى في حاجه. اللي كيفيد السكوان هي المشاريع، هي الترافع على مدينه زي، هي الترافع على مدينه زي، وهي خدمه المواطن، هي الوقوف بجانب هذا الصانع، لانه المدينه ديالنا تقريبا فيها حتى في التمثيليه. ملي كتجي التمثيليه كتجي من الكم الهائل ديال الحرفيين اللي كاينين في زيو. الان كاين ثلاثه ديال الناس كيمثلوا زيو، النظر لاكماله فيه جوج ديال المقاعد. ما شاء الله، ممتاز. اذا هنا خصنا يعني نعاو ونستوعبوا على انه هناك طاقه ديال الحرفيين كاينه في مدينه زيو، باش كتعطينا ثلاثه ديال المقاعد. يمكن اليوم غدا ما نكونوش حنا، ولكن غادي يبقاو المقاعد. وبالتالي خص يتبذل واحد المجهود، وان شاء الله راه جايه مشاريع وبرامج. نتمنوا غير يعني حقا عندنا واحد النوع ديال 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 التاخير وديال الوطا، ولكن كل ما اتي ان شاء الله غادي يكون جديد ان شاء الله. السي سعيد، المعرض بغيناه ينجح كل ما في الكلمه من معنى، ما بغيناش الاخطاء ترتكب. اكيد الاخطاء ربما غادي ترتكب على اعتبار ان الانسان كيمارس، غادي لابد غادي يرتكب اخطاء، وهذه النسخه يلاه الثانيه ومازال كاين المسافرين. ولكن غير متاكد على واحد القضيه اللي كنعرف منك واش موجوده ولا ما موجوداش، المرافق الصحيه يعني المراحل موجودة في سي سعيد. المرافق الصحية حنا ديك البلاصة فين مشينا باش عجبت لنا أحسن، كنا درنا واحد البلاصة وغيرنا. باش غيرنا فما على حسب هادشي المرافق الصحية. بعدين بعد غادي نمشيو الداخلية راه قريب، الناحية ديال الرجال الداخلية قريب، دار البير راه درناها خاص للنساء، عاود راه فما تجاوز 100 متر 150 متر. نعم. ورا وصلنا حتى دوك المقاهي اللي في المحدنا راه وصلناهم على حسب هادشي، ما قدرناش نوفروا مرافق متنقله، مرافق متنقله في ديك البلاصه، بحال الماء الضوء داكشي وفرناه، كلشي موجود. وكنتمنى بالسكينه ديال زيو باش تحضر بكثافه يوم جوج سبعة في السادسه مساء. الانطلاقه ديال المعرض ان شاء الله غادي يكون التشييع ديالو، التشييع ديالو غادي يكون نهار ثلاثة في 6 العشيه ان شاء الله، بحضور جميع الداخليه ولا الرؤساء ولا الرؤساء ديال سي بوجواله، سي تيبي محمد، سي سيد العميل، سي سعيد التومي، سي سعيد الرحموني. ان شاء الله كاع وعدونا بالحضور ديالهم، يشرفونا والاعضاء جميعا. نتمنى الساكنه ان شاء الله تجاوب معنا في هذا المعرض باش ننجحوه المره اخرى ان شاء الله، باش يكون بدايه احسن ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. غير بالنسبه للاخوان، ربما دوري كابن مدينه زيو الدعوه ما غاديش نوجهوها لابناء زيو، لان ابناء زيو مفروض فيهم انهم يحضروا ويدعموا مثل هذه المبادرات، لان اهميه الصانع التقليدي اهميه قصوى. ربما 11 مليون كتعيش في الصناعه التقليديه في المغرب، في زيو كذلك كما قال السي قدوري، عطاتنا كتعطينا ثلاثه الاعضاء الممثلين داخل غرفه الصناعه التقليديه لجهه الشرق، معنى انه كاين واحد الطاقه كبيره ديال الصناعه التقليديه، وبالتالي ابناء زيو مفروض فيهم انهم يكونوا حاضرين. حنا بغينا مدينتنا تستقبل زوار في هذه المناسبه هذه، هذا السبعه هذا الاسبوع هذا نتمناوه، نتمناو من وسائل الاعلام انها تجند حتى هي باش تدعم هذا المعرض هذا، وبالتالي تستقطب زوار من مناطق اخرى وخصوصا المناطق المجاوره، الناس اللي كيجيو من برا، العارضين اللي جايين من مدن اخرى من المملكه، بغيناهم يديو نظره حسنه على هذه المدينه هذه. يوم موعدنا يوم الثلاثاء المقبل بحول الله، يعني ثاني يوليوز على الساعه السادسه مساء على ما اعتقد، السادسه مساء غادي يكون الافتتاح الرسمي ديال المعرض. اكيد نيابه عن الاخوان مرحبا بكل انتم مشاهدينا، شكرا على طيب المتابعه، شكرا لكم ضيوفي الكرام، الى اللقاء في فرصه ثانيه.